شجيرة صغيرة يصل ارتفاعها لثلاثة أمتار قليلة التفرع، أغصانها تميل للحمرة، تنتشر في الأراضي الكلسية والجافة وحول حوض البحر المتوسط، وتكثر في فلسطين وبلاد الشام، ويدخل في العديد من وصفات الأطعمة في العالم. عن رحلة السماق من الشجرة إلى المائدة سنتحدث اليوم خلال هذا العدد من مجلتنا. وما دام الحديث عن السماق فلا بد من الحديث عن المسخن. ولأن أشجار الزيتون منتشرة بالأراضي الفلسطينية بكتير مناطق، زهرة أكلة المسخن أشهر الأكلات الفلسطينية التراثية اللي رح نحكي عنها اليوم بحلقتنا. ونكمل معا ما بدأناه في اكتشاف عالم المراهقة. حابة اليوم أحكي بلسان المراهق وندخل عالمه الداخلي ونعرف كيف يفكر. والعديد من فقراتنا المنوعة الأخرى التي نتابعها معا، البداية من المنوعات. أهلا بكم إلى منوعات. هل تزعجكم الإعلانات وأنتم تتصفحون المواقع الإلكترونية من على هواتفكم؟ تعالوا إذن لأعرفكم على كيفية التخلص من الإعلانات في متصفح الهواتف الذكية. عادة ما تمثل النوافذ المنبثقة الإعلانية إزعاجاً كبيراً للمستخدم، وخاصة عندما تتسبب في تعذر استعمال شاشة الهواتف الذكية. حذر الخبراء الألمان من النقر على أي روابط أو إدخال أي بيانات شخصية في خانات الإدخال، وذلك نظراً لأن النوافذ المنبثقة الإعلانية يقف وراءها شركات جمع البيانات والعناوين في أغلب الأحيان، حيث تظهر للمستخدم رسائل وهمية بأنه حصل على أرباح وجوائز. ولمنع مثل هذه المخاطر ينبغي على المستخدم طلب تفعيل خطر الشركات الأخرى لدى الشركة المقدمة للخدمة. وغالباً ما يتمكن المستخدم من إزالة اللافتات الإعلانية المزعجة عن طريق حذف ذاكرة التخزين المؤقت الخاص بالمتصفح، ويتم ذلك في هواتف أندرويد من خلال استدعاء المتصفح المعني في قائمة الإعدادات أو التطبيقات، وبعد ذلك يتم النقر على بند إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت، ثم حذف ملفات تعريف الارتباط الكوكيز في إعدادات المتصفح مباشرة. ويتعين على المستخدم هنا أن يقوم بضبط خيار عدم قبول أي ملفات كوكيز من الشركات الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة إزالة جميع ملفات الكوكيز عند إنهاء المتصفح. وإذا استمر ظهور اللافتات الإعلانية المزعجة، فعندئذ يمكن للمستخدم النقر على بند إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت، ثم تحديد بند حذف البيانات. وفي هذه الحالة يتم إرجاع تطبيق المتصفح إلى إعدادات وضع المصنع تقريباً. وإذا لم تفلح الخطوات السابقة في التخلص من الإعلانات المزعجة، فعندئذ قد يكون أحد التطبيقات هو المسؤول عن ظهور اللافتات الإعلانية المزعجة، ولذلك يتعين على المستخدم إلغاء تثبيت التطبيقات التي تم تثبيتها مؤخراً إلى أن يتم حل المشكلة. إلى التدبير المنزلي وثلاثة أخطاء في تنظيف البيت. أولاً، الخل والليمون الحامض لتنظيف الأسطح. صحيح أن خلط الخل والليمون الحامض يساعد في التعقيم ويضفي لمعاناً على الأسطح، إلا أن مزج هاتين المادتين الغنيتين بالأسيد قد يضر الأسطح والأرضيات. ثانياً، تنظيف فرن الغاز بارداً. تنظف كثيرات فرن الغاز بعد وقت من تراكم الدهون عليه، مما يأخذ وقتاً وجهداً أكبر، لذا يستحسن المسارعة إلى تنظيف الفرن فور الانتهاء من الطبخ لسهولة إزالة الدهون. ثالثاً، إسفنجات الجلي الخشنة. لستم بحاجة أبداً إلى استخدام إسفنجات الجلي الخشنة التي قد تلحق الضرر ببعض أنواع القدور والأواني وخصوصاً التيفال. ما عليكن إلا نقع القدور بماء دافئ لمدة 10 دقائق لإزالة بقايا الطعام بسهولة، مع إمكانية إضافة القليل من الخل حسب كمية الدهون الملتصقة. وإلى فلسطين والسماق البلدي الفلسطيني، هذه مراحل إنتاجه. يقبل المواطنون في فلسطين وغيرها من الدول العربية والعالم على شراء السماق البلدي من المزارعين المختصين بزراعته، وذلك كي لا يقع في شرك السماق المصنع والمغشوش، وهو لا يمت بصلة لهذه العشبة الفريدة بلونها وطعمها وفوائدها،
فيعمد بعض المتاجرين إلى الغش عبر خلط فتات الخشب مع الخل والزيت وإضافة الصبغة الحمراء وبيعه للمواطن على أنه سماق بلدي. شجرة السماق هي شجرة معمرة تعيش في الأراضي الجبلية من فلسطين، وتشتهر بها مناطق نابلس مثل سلفيت، وأوراقها معنقة طويلة ومتماثلة ومتناوبة، وهي شجرة جميلة المنظر، كثيرة الأوراق وكثيفة الظل، لكنها تكون متوسطة في حجمها، تنمو في الجبال والأماكن الوعرة، وقد يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار، وذلك بحسب خصوبة الأرض التي تنمو فيها. في موسم القطاف يقطف عنقود السماق ويطحن ويرمى الجزء القاسي منه، ويستعمل ما تبقى منه كأحد أنواع التوابل وكبديل عن الليمون، ويضاف إلى السلطات فيمنح اللون الخمري، وينثر فوق الأرز المطبوخ كنوع من الزينة، ويخلط مع الكباب وتتبل به اللحمة على أنواعها. ويعتبر السماق من المواد الأساسية التي تضاف إلى الزعتر، وقد يستخدم طازجاً أو مجففاً مع بعض المأكولات مثل الحمص والباذنجان، وبالطبع السلطات بكافة أنواعها. هناك نوعان من السماق البلدي، وهما السماق الدبوقي والسماق الجندلي. الجندلي لونه يميل للأبيض، بينما السماق الدبوقي لونه أحمر، ولكن السماق الجندلي أكثر حموضة ونكهته أفضل. هذه المعلومات لا يعرفها كثيرون، وتقتصر معرفتها على من يزرعون شجيرات السماق. وختاماً إلى عالم السيارات، وكيف سيكون شكل السيارات عام 2040؟ سؤال هام يفرضه قرار حظر بيع البنزين والديزل بحلول عام 2040. ففي حين يتفق الكثيرون على أن السيارات ستكون ذاتية القيادة مع إدخال تعديلات جذرية على تصميمها الداخلي، نأمل بأن لا تسبب الكثير من الحوادث. ولا يمكن نكران واقع أن مصنعي السيارات في جميع أنحاء العالم يحبون فكرة استمرار الواقع الحالي والمتمثل في ملكية السيارات الخاصة، مع وجود سيارة أمام كل منزل وخدمة المرآب المحلي الخاص. وقال مايك رمزي مدير الأبحاث في شركة غارتنر إن التصميم الداخلي لسيارات عام 2040 سيكون فاخراً، وفي الواقع من المرجح أن تصبح السيارات الخاصة فخمة جداً، وسيكون على الأشخاص إما شراء النماذج المستخدمة أو استخدام خدمات النقل العامة. ووجدت الأبحاث التي أجرتها شركة التأمين الأسود للسيارات أن التغييرات الرئيسة في السيارات بين الوقت الحالي وعام 2045 ستعتمد على التكنولوجيا المستخدمة، بما في ذلك إدخال أجهزة الاستشعار والماسح الضوئي ونظام التعرف على مالك السيارة، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المبرمجة. وستتصف سيارات المستقبل بمزايا رائعة تشمل القدرة على التواصل مع باقي المركبات على الطريق، والتوجه إلى أقرب مرآب بشكل ذاتي، والعودة إلى المالك عند الحاجة. واحد من الأكلات الشعبية المشهورة في فلسطين نتعرف عليه وعلى قصته في الفقرة التالية، هيا بنا نتابع. بسبب طبيعة فلسطين وأرضها والزراعات المنتشرة فيها بشكل كبير، اعتمد المطبخ الفلسطيني بشكل كبير وأساسي على زيت الزيتون. وكثير من الأسر الفلسطينية كان النظام الغذائي عندها بوجباتها اليومية، سواء على الفطور أو الغداء، بيتركز بشكل كبير على زيت الزيتون وتوابل الزيت والزعتر والمخبوزات اللي كانت بتنخبز بالأفران. ولأن أشجار الزيتون منتشرة بالأراضي الفلسطينية بكثير مناطق، ظهرت أكلة المسخن، أشهر الأكلات الفلسطينية التراثية اللي رح نحكي عنها اليوم بحلقتنا. هالأكلة ابتكرها بالبداية الفلاحين، وكانت كتير مشهورة بقرى المدن على اختلافها. أما عن مكونات المسخن، فهي بتتكون من طبقات الخبز البلدي المخبوز على الطابون، واللي تعود الفلسطينيين على صنعه من زمن بعيد، وكمان من مكونات المسخن شرائح البصل البلدي الرقيقة وزيت الزيتون اللي بيغمر هالوجبة، وأخيراً السماق الفلسطيني اللي بينزرع بكثرة بالبرية. زيت الزيتون والبصل والسماق هي المكونات الرئيسية الثلاثة للمسخن، إلى جانب الدجاج طبعاً، وأحياناً الصنوبر اللي منضيفه على المسخن بعد ما ننتهي من تحضيره.
الفلسطينيين تعودوا على تقديم المسخن بالأعراس والمناسبات السعيدة وبأكبر الولائم اللي بيحضروها لضيوفهم، واليوم بأكتر الأوقات اللي بيحبوا يحضروا فيها المسخن بتتجمع كل أفراد الأسرة ليأكلوا منه، وطبعاً بيوزعوا على الجيران كمان. ومع الوقت صار المسخن منتشر بأغلب الدول، بالأردن وسوريا ولبنان، ومن بعد انتشر لدول العالم وخصوصاً البلدان اللي هاجر إلى الفلسطينيين على مر الزمن. أما عن اسمها الأكلة المسخن فبيرجع لطريقة تحضيرها، ولأنها بتتاكل سخنة وما بتنترك لتبرد، ولأن كل المكونات الموجودة بوجبة المسخن مفيدة فتعتبر من أكثر الأكلات الصحية. فزيت الزيتون مثلاً له فوائد كبيرة، بشرط أنه ما نعرضه خلال الطبخ لحرارة قوية تخليه يفقد الخصائص المفيدة للجسم. وبيحتوي زيت الزيتون على فيتامين إيه، وبيعمل على تنشيط عمل الكبد، وبيحمي من الإصابة بقرحة المعدة، وبيعطي الطاقة لأجسامنا. أما السمة المكون الرئيسي الثاني بالمسخن فهو بينظم عمل الجهاز الهضمي والأمعاء، وبيخلص الجسم من السموم والدهون الزائدة. بينما فوائد البصل فهو أنه غني بالفيتامين سي اللي بيحسن المناعة، وبينظم نسبة السكر بالدم، وبيخفف من الالتهابات. اليوم صرنا نشوف المسخن عم يتحضر بطريقة شوي مختلفة عن قبل، مثل شطائر المسخن أو لفائف المسخن الصغيرة، رغم أنه كتير من الأسر بعدهم بيحضروا مثل الطريقة القديمة اللي تعودنا وتعودوا أهل فلسطين خصيصاً على تحضيرها وتقديمها. خلصت حلقتنا وموضوعنا المميز عن وجبة المسخن لليوم. شوفكم بحلقة جديدة. باي باي. قديماً قالوا الشعر ديوان العرب، فيه حكاياتهم وأخبارهم، واليوم لعل السوشيال ميديا قد قامت ببعض من هذا الدور، فهي ديوان الحياة العصرية. نتابع معا أبرز ما تداوله الناشطون على السوشيال ميديا. المرأة ناقصة عقل ولا لا؟ ناقصة ولا لا؟ ناقصة عقل. وليس هذا يضر بالصالحات، لأن في التكوين هكذا. ومما يدل على ذلك أن شهادة الرجل بكم؟ كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، عندها نقص في العقل، وإيش رأيكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا ما عنده إلا نصف عقل، يعطيه رخصة ولا ما يعطيه؟ يعطيه ولا ما يعطيه؟ طيب كيف تعطى المرأة وما عندها إلا نصف؟ ليش المرور؟ طيب وإذا خرجت، إلى السوق بينقص زيادة نصف، كم يبقى؟ كم؟ ربع. طيب كيف يعطي المرور ربع؟ وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي يلب منكن. واحدة من الحضور سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ووضح قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. يعني بكل بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ناقصات عقل ودين ما كان يقصد أنها خفيفة ولا أنها غبية ما تفهم ولا أنها ناقصة ذكاء، لا، إنما شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، يعني أن قدرتها على الحفظ ليست كقدرة الرجل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل بكل بساطة. Thank you.
عالم المراهقة كبير، نحاول خلال هذه الفقرة أن نكتشفه بوضوح أكثر. هيا بنا نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد الكلام عن مرحلة المراهقة ما بيخلص، ولحتى نكون منصفين حابة اليوم أحكي بلسان المراهق وندخل عالمه الداخلي ونعرف كيف بيفكر. فخليكم معي شوي واسمعوا المراهق وشوفوا شو راح يحكي ويقول. أنا المراهق يلي أغلبكم بتعادوه بتفكروه مو فاهم شي، وإنكم كلكم عباقرة وخبرات، ومهما حاولت أقول رأيي بتسخفوه وبتسخروا مني ومن تصرفاتي ومن شكلي وحتى من رفقاتي ومن طريقة أكلي. أنا مليت منكم ومن هالطريقة بالتعامل. مين قال إنكم تفهموا أكتر مني؟ مين قال إني لسه طفل؟ مين قال إني لسه لازم أشوف بعيونكم وأسمع بآذانكم حتى أكون صح؟ مين قال إنه كل شي تعلمتوه هو الصح وكل شي جديد هو الغلط؟ كم مرة عيبتوا علي وكرهتوا تصرفاتي لقطكم مراراً وإنتوا تعملوا نفس الشي؟ خلونا صريحين يا معشر الآباء والأمهات، وقفوا مع أنفسكم وقفة إنصاف وفكروا بكل كلمة قبل ما تطلع منكم، وشوفوا سلوككم هل هو مطابق لوصاياكم؟ أعتقد رح تصدمكم الحقيقة ورح تتعرفوا على مدى غروركم وادعائكم إنكم تعرفوا كل شيء، وخاصة لما توقعوا وتخبوا عني أخطائكم أو تغلفوها بشي كذبة. أنا فاهم كل اللعبة، وكتير من المرات ما بحب أحرجكم وبسكت، لكن مو كل مرة تسلم الجرة. بهالمناسبة بحب أخبركم إنه كل محاضراتكم ما بتأثر فيني ولا شعرة. أنا براقب كل تصرفاتكم وبحتفظ بذاكرتي فيها لوقت الحاجة، وكتير من سلوكياتكم السلبية عجبتني ورح أعمل مثلها لما أكبر، ورح تتفاجئوا لما تشوفوني بقلدكم وكأنكم بتشوفوا أنفسكم بالمراية. على فكرة مو بس أنا، كمان أخوتي وأخواتي كلهم مراقبين، ولكن كلنا عاجزين نصارحكم لأنه بيننا وبينكم حواجز وهمية، منها الخجل والهيبة يلي أنتوا بتعشقوها، وحاجز الاحترام يلي بيمنعنا نقول الحقيقة. ولو فتحتوا كل قلوبكم كل عيونكم وسمعتونا لعرفتوا الحقيقة، أنا بحاجة لحضنكم ولكلمة حلوة منكم ولجلسة مودة خالية من النقد والسخرية. الظاهر إني كترت الحلم، لكن الحقيقة المرة كلكم غارقين بالمراقبة والصراخ والعقاب والمقارنة وتاركين ركن المحبة فاضي. كتير شغلات اكتشفتها فيكم وانتو تخبوها عني، أشياء وسلوكيات كنتوا تعلموها وانتوا صغار، كنتوا تعملوها وانتوا صغار. كنت اختلس السمع من ورا الباب احيانا واسمعكم تتهامسوا مع بعض وتحذروا بعض من كشف القناع امامي حتى ما اعرف كم نقطه سودة بحياتكم. كان الاجدر فيكم انكم صاحبوني ونحكي صراحه وجه لوجه، وتعلموني من اخطائكم، تمسكوا بايدي بحنيه حتى ما اغلط، وما تسمحوا لعصبيتكم تدمر المحبه بيننا. كنت كتير من الأيام أنام وأنا أبكي، مرات كنتوا تعرفوا ومرات كنتوا مشغولين، لكن ولا حدا منكم تجرأ يسألني عن سبب حالتي. كنتوا دوما تتهموني أني ببالغ بأحاسيسي. البنات منا نحن المراهقات فعلا حساسات جدا، ناطرين منكم حنية أكتر، ناطرين تشجيع ومديح وشوية احترام. فلا تحرمونا حبكم وتفهمكم، كونوا معنا على هالزمان ولا تكونوا مع الزمان علينا. هاي رسالتنا لكم يا مربين، فاسمعوها. أعتقد بهاي الطريقة رح توصل رسالتي لكم أكثر. وسعادة تامة أتمناها لكم ولأبنائكم، ولكم مني السلام. افتح نافذتك وتحسس العالم من حولك. جولة في أحوال الطقس لبعض عواصم العالم، نتابعها معا.
جهزوا أنفسكم لنذهب سويا إلى عالم الرياضة بصحبة الكابتن محمد سعد. أهلا فيكم في فقرتنا الرياضية اليوم، فقرة جديدة ونشاط جديد إن شاء الله. اليوم هناخد دائما بناخد تمارين بنلعبها في البيت، وإحنا زي ما بنقول بكون بدناش مكان كبير عشان نلعبها فيه. المرة هاي بدي للناس اللي مكسلة على الآخر إنه حتى ممكن يبلش إنه يسخن جسمه، أو بدل ما يروح يجري بالجيم أو بدل ما يجري بالشارع ممكن يعمل الكارديو هذا في البيت ويخسر السعرات الحرارية اللي بده إياها وهو في البيت بطريقة بسيطة. بدنا نسخن فيها الجسم كله، وزي ما احنا شايفين بدنا بس مكان بسيط نستخدمه. ممكن تلعب الكارديو نفس ما بتلعبه بالجيم، كأنك بتلعبه في البيت نفس كأنك بتلعبه في الجيم تماما. بتبلش كأنك بدك تمشي في محلك، كأنك تمشي في مكانك، مش محتاج انك حتى تمشي مثلا متر او ترجع متر، كأنك تمشي في مكانك لمدة 30 ثانية. ظهرك مفروض طبعا، نفسك يكون طبيعي. بعدين بتحاول تنط وانت في مكانك، يعني كأنك بتجري في مكانك. كمان هاي بتاخدها 30 ثانية. هيك بتكون انت حركت كل جسمك، عمال بتعمل احماء لجسمك كامل عشان تهيئه اي تمرين بدك تاخده تلعبه تكون العضلة مهيئة بشكل كويس. بعد ال 30 ثانية هاي بتاخد 30 ثانية بتنط وانت في مكانك، تفتح ايديك ورجليك بالشكل هذا، خلينا ناخد 30 ثانية ب 30 ثانية ب 30 ثانية. هيك صار عندك دقيقة ونص وانت بتسخن في جسمك. التمرين الرابع اللي بتاخده وانت بتسخن زي ما حكينا في العضلات تبع جسمك، بتكون شغلت كل جسمك، شغلت عضلات البطن والرجلين كل العضلات. ترفع رجلك لعند صدرك زي ما دائما بذكركم الحركة مع النفس. بعدين بتبدل على الرجل الثانية، حاول تلمس صدرك. بناخد هاي كمان نص دقيقة طبعا متواصل. بعد هيك عكس ما عملنا خلينا الصدر يلمس الركبة، بنخلي بتحط ايديك وراك، بتخلي رجلك تلمس ايدك من ورا. طبعا هتحس انه نبضات قلبك بتزيد وهتكون شغلت الدورة الدموية بشكل كتير منيح وخسرت السعرات الحرارية اللي انت بتفكر تخسرها بشكل كويس ومناسب. وزي ما حكينا التمرين في البيت انت مجرد بدك مكان بسيط تلعب فيه. هعيد لكم التمرين مرة ثانية، انتوا بتعدوها على 3 أجزاء، بين كل مجموعة والثانية بتريحوا بتاخدوا نفسكم بتشربوا مي وبترجع بتعيد. بدي أذكركم فيهم بس، أول شيء كأنك بتمشي، ثاني شيء كأنك بتجري شوي، ثالثة تعمل جامب في ايديك ورجليك، اخر شيء بتبدل، بعدين بالعكس. وبتعيدوا الموضوع هذا من 3 مرات ل4 مرات في الست الواحد كله مع بعض. هيك تلعبوا سوبر ست 30 ثانية ب 30 ثانية ب 30 ثانية. عبال ما تخلصوا هتحسوا بالفرق من أول ما بديتوا تمشوا للآخر، هتحس بجسمك اتنشط، هتحس الدورة الدموية اشتغلت بشكل كتير كويس، خسرت سعرات حرارية زي ما حكينا،
من غير أدوات رياضة وأنت في الجيم. هيك بنكون نهينا فقرتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا ونشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم. تندمج التكنولوجيا أكثر وأكثر في حياتنا حتى يصبح كل جديد فيها جدير بالمتابعة. لنتابع مع أيهم هذه التفاصيل. نهاركم سعيد. أشارت مجموعة من العلماء في جامعة تكساس أنهم اخترعوا أداة محمولة على شكل قلم يمكنها تحديد الأنسجة السرطانية في 10 ثوان فقط، ويعمل هذا القلم على تسريع عملية الاختبار بنسبة تصل إلى 150 مرة وتبين أنها دقيقة بنسبة 96%، وينبغي أن يجعل عملية الجراحة لإزالة الورم أكثر دقة بالمقارنة مع السابق. وأوضح العلماء أن كل نوع من أنواع السرطان له هيكل له جزئي الخاص به والذي يعمل بمثابة بصمة الإصبع، ويتم إصدار قطرة من الماء تمتص الجزيئات عندما يتم وضع القلم على الأنسجة المشتبه فيها، ومن ثم يعمل هذا القلم على دفع الماء الملوث إلى آلة أكبر تعرف باسم مطياف الكتلة، الذي يعمل على تحليل الجزيئات ويوفر تقييما فيما إذا كان السرطان موجودا، ويعمل القلم عند انتهاء التحليل على إظهار كلمة طبيعي أو سرطان بشكل تلقائي على شاشة الحاسب. تستعد شركة هواوي الصينية للإطلاق السنوي لهاتفها الرائد من فئة فابلت ميد، وذلك بعد تفوقها على شركة أبل من حيث المبيعات وحصولها على المركز الثاني كأكبر شركة تصنيع هواتف رائدة في العالم، حيث تخطط الشركة لكشف النقاب قريبا عن نموذجين لهذا العام يحملان الأسماء الرمزية بلانس وأبلس، ويأتي هاتف بلانس بشاشة نوعها LCD ودقتها 1440 ب2880 بيكسل، طبعا بقياس 6 إنش مع 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع خيارين من ناحية مساحة التخزين الداخلية هما 64 و 128 جيجا بايت. ويفترض أن يكون هذا الهاتف الأعلى من حيث المواصفات ويحمل الاسم التجاري ميت 10 برو، وبسماكة تبلغ 7.5 ملم وبطارية بسعة 4000 ملي أمبير، وقد تم تزويد الكاميرا الخلفية بأجهزة استشعار مزودة بدقة 12 و20 ميجا بيكسل، أيضا مع إمكانية ميزة رائعة جدا وهي ميزة التثبيت البصري للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل. تحاول شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى مدى الشهور الأخيرة البحث عن مساحة مكتبية لها في أكبر مدينة صينية ومركزها المالي شانغهاي، وذلك وفقا لتقرير جديد نشرته صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر على دراية بجهود الشركة هناك، ويأتي ذلك على أنها محظورة في الصين منذ عقد من الزمن، حيث تنوي الشركة استعمال المكتب الجديد فيما يخص تصنيع الأجهزة العتادية، كما أنه قد يساعدها في طموحاتها الأوسع في الصين. وتعتبر خطط فيسبوك مؤقتة وسوف تعتمد على موافقة من الحكومة الصينية، ولكن إذا نجحت فإنه سيكون انتصارا رمزيا للشبكة الاجتماعية التي عملت منذ فترة طويلة للوصول إلى الصين. كشفت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن إطلاقها رسمياً لعلامة فيرجن موبايل في الإمارات العربية المتحدة، وقالت الشركة أنه من خلال تقديم أول خدمة رقمية متكاملة للهاتف المتحرك في الدولة، توفر فيرجن موبايل تقنياتها التي تمتاز بالسهولة والشفافية لتمنح العملاء تجارب منقطعة النظير عبر خدمتها القائمة على تطبيقات الهاتف المتحرك. ويشكل تطبيق فيرجن موبايل في الإمارات بحد ذاته نقلة نوعية في قطاع الهواتف المتحركة، حيث يسهم تصميمه الرقمي المبتكر في إثراء الحياة اليومية للمستخدمين وجعلها أكثر سهولة، بينما يتيح نموذج توزيع فيرجن موبايل للعملاء إمكانية تحميل التطبيق بكل سهولة. تعتبر شبكة لينكدين بمثابة أكبر شبكة للتواصل المهني في العالم، ولزيادة ظهور ملفك الشخصي في لينكدين وتحقيق شعبية أكبر داخل الشبكة يمكنك الاستفادة من هذه النصائح البسيطة. أولاً، إن إنشاء ملف شخصي مميز في لينكدين سيساعدك في الحصول على دعوات أكثر، وكذلك التوصية بك من قبل الآخرين. أيضاً،
إن النشاط داخل مجموعات لينكدإن سيساعدك على تسويق نفسك داخل الشبكة بطريقة احترافية، وسيساهم في خلق المزيد من التواصل مع المهتمين بمجالك. من المهم أن تقوم بإضافة رابط ملفك الشخصي على لينكدإن داخل توقيع البريد الإلكتروني، الأمر الذي يسهل على الجهات التي تتراسل معها الوصول لحسابك على الشبكة. كما يمكنك ربط حسابك الشخصي في لينكدإن بشبكة تويتر مباشرة. ومن المهم تحسين ملفك الشخصي داخل محرك بحث لينكدإن وكذلك محرك بحث جوجل، وذلك عبر التحقق من أن ملفك الشخصي يتضمن الكلمات التي قد يبحث عنها المدراء في المجالات ذات العلاقة بوظيفتك. بهالنصيحة بكون خلصت فقرتنا لليوم، إلى اللقاء. العالم مليء بالحكاية والأخبار، نورد هنا بعضا مما ورد كما ورد. Çamurunun daha önceden haber almıştık. Mineral.
وصلنا إلى ختام مجلتنا لهذا اليوم. تابعونا على صفحتنا على فيسبوك وتويتر، شاركونا آراءكم ومقترحاتكم. كنوا دائما معنا وطاب نهاركم. إلى اللقاء.